ضيعتك يا شفيقة على سفرة الخلاص اللي مساويتيها لأختك. الله يسلمك خالتي. شفيقة ما في منها، أنا معلمتك كل شغل البيت. ربي يحميها يا حق. تسلمي. شبك فكرية ليش ما عم تاكلي؟ بكني عم باكل. شو بكي يا أمي؟ آه يا أمي، خايفة ما أعرف ربي هالولد. لا، هيك رح أزعل منك. الله اللي دبر كل هالعباد، مانو عاجز يدبر ابنك ويطالعه مرضي يا فكرية. ونعم بالله. كلي تقبريني كلي، خلي وشك بوش رب العالمين وكلي، انتي محتاجة غذاء. خلي يلا خدي هاي من ايدي. ايه كلي يا امي كلي. يلا كلي يا ما خبز.
اللي مضايقني يا ابي انه انا كنت حابب يكون هذا الولد ابني انا، مو ابن حدا تاني. فهمت عليك، فهمت عليك. بس يا بي انت بتعرف كل شيء صار معها؟ بعرف يا بي، بس يعني انا شو عزو؟ اذا كان متردد وما انك حاسم امرك انك تتزوجها، فكر منيح، فكر منيح ورد لي خبر. واذا قلت لا، حتى نعرف كيف ننسحب قدام الجماعة. لا يا بي، شو ننسحب ما ننسحب؟ الله وكيلك انا ماني مصدق امتى فكرية تصير مرتي. لك انشيل هالتفكير هذا من راسك ولا عاد تفكر فيه بنوب، لان اذا كان ضليت تفكر بهالطريقة هي رح تدمر حياتك وتنزع عيشتك. فهمت؟ ليش لفكر هيك تفكير؟ ما جوزها مات وخلص بقى. حاجة يا عزو حاجة، إن شاء الله بتخلص نفاسة فكرية وبجيبها لعندي على البيت. والله والله هذا شرف إلنا يا ست أم عزو. تسلمي لي يا أم سليم. شو مشان عفاف؟ شبه عفاف؟ يعني ما سمعت لا حس ولا خبر عن جوازتها من صياح. ليش ما دريتي شو صار؟ لا والله ما عرفت. قلعناه لصياح. شو؟ قلعتوه؟ يي يا أم سليم، كأنك مانك من الحارة. ما دريتي بالحكي اللي طلع عليه وعلى بيت ست شهيرة؟ قصدك يعني لك إيه؟ ما أحلانا نجوزه إياها وطالع عليه كلام عاطل. الله يسترنا يا رب. آمين يا رب العالمين. أنا بقول تطلبي منه الطلاق. ليش؟ بصراحة بصراحة يعني تفضل. أنا بدي أطلب إيدك دكتور سامح. أنا ما بسمح لك. عفواً، أنا غلطت بشي؟ طبعاً غلطت. أنا آسف إذا ما كان خاطرك. شبك يا مو؟ مالك على بعضك؟ أنا في شغلة من زمان بدي لك عليها، بس ماني عارفان شلون بدي أحكيها. أنا تجوزت وردة بالسر لما كانت طالبة. شلون؟ مثل ما عم تسمعي، أنا من زمان بحب الوردة وهي بتحبني، وأبوها مات يعني بالغلط مني أنا، الله يرحمه، ما كان لازم يموت. بس أبوها مشارك بقتل أبوك؟ لا أمي، هو ما عمل غير اللي بدهن إياه أهل الحارة، واللي كان وراه الفرنساوي، ما دخله الله يرحمه. شو بفهم من حكيك؟ ما رح أترك والدي شو ما صار، بس إذا طلعت خاينة عمري ما رح سامحها. يا بلا بنتي ولا بنتك نحن دائمين فيك. اللي عملك يا إنسان محبة وإخلاص وأحسان، والصبر الصبر خلي رتمان تبيع وتشتري فيه. مي زلاد اجابوا حكمي، مي زلاد 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 زلاد. شو يا ابو حكمي؟ اهلين 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 اخي سمير. اهلين فيك، بدك تشرف معي. بدك مي زلال على راسي؟ بدك تشرف معي على الكراكون. ليش بقى على الكراكون؟
اجانا شكوى عليك. من شان شو؟ لانك عم تبيع مي وسخه للناس. مين اللي قال لك هالكلام؟ انا ما ببيع الا مي زلال يا سميح. بالكراكون منتفاهم. شرف. ايه منتفاهم. ايه بشرف. خدوا ايلو ولحماره كمان. ابو التعب هذا، ابو التعب افندي. دخان يد بالك على يد بالك على اسمي. ايه اوعى يد بالك على ابو التعب. والله اذا بصير مشيت اكيد انا رئيس الناحه. يعني نحن ما بدنا نخلص من قصة الكراكون ومشاكله وكل يوم والتاني؟ والله علمي علمك يا مختار، بس أبو حكمي أنت بتعرفه رجال مسكين وآدمي ومعدى، ومن يوم يومه بيمشي الحيط لحيط بيقول يا ربي السترة، وما له بالمشاكل منو؟ انتبه على المضافة بغيابي لبين ما أروح أفهم شو السيرة وبرجع. بأمرك أنا مختار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شري قولي وقفتك خلقتي يا حلاق الحارة. أنا مختار الحارة يا مظهر. كبرت البيتنجاني والله. مظهر بيك يا حلاق الحارة. خليني شوفك يا مظهر بيك. خير. بدي أعرف شلون طلعت من الحبس. انروح عندي على البيت لأحكي لك. على البيت لعندك ما بروح. وأنا لا بدي أشوفك ولا بدي أحكي لك ولا بدي أحلي. روح أحلي. روح 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 من وشي. بدك مشي ولا اخراس؟ يا طعم رقم اغلى زاك. مقشم قشم قشم قشات للبيع. انت شو عامل ولا؟ انا ما لي عامل شيء يا سيدي. ودي اقول لك اني عم ابيع مي وسخه. كذاب ابن 60 كذاب يا سيدي. نحن ابا عن جد بيت السقه بنسقي. انا قبلي ابي قبله جدي. اي نعم. هي المي اللي جايبها انا جايبها من عين علي وعين الكرش من بساتين الصالحيه يا سيدي. انا ابو حكمي شبيها ونزيل لا يبقى غش. خلاص انت واحد كذاب. لا يا سيدي ماني كذاب. وحياة ولادي العشرة اللي شاهدهم من الله عم لك ميز زلال زلال يا سيدي. سميح امرك سيدي. خده من وشي ولا تسمعني صوته. سيدي لوين اخده؟ لعندك لتحت. سيدي اطرقه فلقة واطرقه فلقتين كمان. حاضر سيدي. سميح سميح المليح كم مرة اعطيتك انا مي ببلاش هيك لوجه الله؟ صحيح هالكلام يا سميح؟ يا سيدي اقسم بالله كذاب. والله لا قعد معك. كذاب سيدي كذاب. خذه. إذا ما بربيكم يا حارة القصب ما بكون أنا فرزة رئيس الكراكون. خار أدمي أمول خير شي مرة واحدة بحياتك. فكني فكني وإلك علي لعن بيك وعن بعيلتك. ده ليش ساكت؟ ما ترد؟ خايف منه؟ اخص اخص على رجال بس. خليك خليك عايش معهم. عم تسرق وتقتل يا باطل عليك. بس وينك؟ الله وكيلك مصيرك الموت. ايه لا تطلع فيني. مصيرك القتل. عتبه
لك ابو الرجا رح يقتلك وحياتك رح يقتلك مثل ما قتل ماجد وقتل غيرك. صدقني رسولك بدي افهم شو هي الشكوى يلي جاي على ابو حكمي ومن مين. الشكوى اللي اجت على ابو حكمي هي انه عم يبيع مي وسخه لاهل حاره القصب يا مختار. شو هالحكي؟ ابو حكمي عم يبيع اهل الحاره مي مو نظيفه؟ مو معقوله شغله ما بتتصدق. ان صدقت وان ما صدقت نحن مهمتنا حمايه اهل الحاره وحمايه الناس من كل ضرر واذى. ماشي الحال. السلام عليكم. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله. ليش ما خبرتني بالنهار؟ ما قدرت، الله وكيلك يا مظهر بيك ما قدرت. روح يلا على الحارك روح. يلا. ما بدي اسمع صوتك. ما رح اسد حليلك انا اسلم لك زرت على بيت وزرعت ولي على ارضك. ولي لا مو فارق معي لا انت ولا معاوية. يا ربي لك يا ربي لو عارف بتقول لك انت رح بتفيك بتلاقي شيء واحد مثلك. لك كنت زرتك ما خليتك على ارضك. كداس دافنين كل شيء حدا تحت البحر. تيجي بدي اطلع لك عمر جوا زي متاخر ما شو بعرف شو سكتها هي كداس بس ايدك معي مغير محل البحر مو عاجبني بالمره بس بدك صح 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 بعد وش
مقدس. كنت عارفان انك رح تجي مرة تانية واطي، بعرف انه الطمع عامي قلبك، وانا ما رح طالعك من هون غير مقتول. بشير روحوا معنا يلا. دوري على قامتي. طب وما عرفوا من هدول اللي نزلوا عليهم؟ لك اسكتي خلي اخوك يكمل القصه. ايه تقبرني. اهل الحرام الواجب مش الحال اخذوها لسعفون. يا حرام. اي والله مو معقوله هالقصه، هي مو اول مره بينزلوا عليهم. ساعدوهم اخي، ان شاء الله ساعدوهم. ان شاء الله ان شاء الله بصير خير ان شاء الله. يا مو والله انا ما عاد قدرانه افوت نام جوا، معقول يجوا علينا؟ حاجتك جدبه، روحي نامي، روحي خلصيني. شوفت عينك، حرامية فاتوا على بيت الحريم وقوصوا عليهم. وهذا القتيل؟ علمي علمك. يعني رصاص من عندكم، من السلاح اللي معكم يا مختار. نحن ما عنا سلاح، لو كان في عنا سلاح كنا دفعنا عن الحريم. طيب
حملوا الجثة وودوها على المستشفى. ماشي يا مختار، ماشي. أنا رح حقق مع النسوان لما بيرجعوا من المستشفى. يا سيدي حقق، بس المهم امسكوا الحرامية. طيب، وانت وين كنت؟ شو شفت؟ سيدي أنا كنت جولة بالحارة ما شفت شيء. انقلع على محرسك. حاضر سيدي. خير إن شاء الله يا مختار، خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. ماشي، الله معك. صفي دمي. الله يهز بدنهم، الله يهز بدنهم. خير يا رجال، شو صاير مع قداس؟ المعلم قوصوا علينا، راح لنا رجال وصوبوا لنا قداس بكتفه. يا باطل على الخبريه، يا رجال فوتونا جوا لقداس وقيموا رصاصه من بدله. يلا رجعوا. اخ 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 اخس. حامد شو صار مع الذهبات؟ ها؟ شو صار مشان الذهبات؟ شايري معلم، شايري. بيسموا بدنك على هالخبريه. إن شاء الله ما بتقوم منا. الله كبير. نزلتهم على بيت كلها ما كانت موفقة. من أول ما فاتوا انكشفوا. يعني ما قدروا أخذوا ذهب؟ ما بعرف إذا لقوا ذهب ولا ما لقوا، أخذوا ولا ما أخذوا، ما بعرف. مخت مخت. على كل الأحوال يعني إلا ما يبينوا. مظهر بيك، شوف، كل هذا الخبر ما بيهمني. أنا لازم كل تفاصيل عندي هون، كل معلومات، مفهوم؟ مفهوم. على مهلك، على مهلك يا خالو. إيه إيه، دعمك درجة. إيه إيه. الحمد لله على سلامتك يا خانم. الحمد لله على سلامتك يا مطيعة. الله يسلمك يا رب. عدي عدي هون، عدي هون. عدي هون تقبريني. مطيعة استني لوصلك على غرفتك. تعي تعي تقبريني. إن شاء الله معافية يا خانم. الله يعافيكم ويقدرني على مكافاتكم. يلا السلام عليكم. صياح لا تنسى تجيب الدواء من عند الأزي. ايه رايح جيبه، رايح. الله يحمي هالشباب، ما قصروا بنوب. الحمد لله يلي جرحك وجرح مطيعة صغير، إن شاء الله يومين ثلاثة بتتعافوا. إن شاء الله، الله هو الشافي المعافي. الله يعافيك تقبريني. الله لا يوفقك يا كداس، الله ينتقم منه. يلا كداس يلا. هانت هانت هانت. يلا حامد يلا. شو صار معك لك حامد؟ طلعت للفشكة؟ ما مشي حالة معلم، لأنه البخشة بالرصاصة كثير غبية. وانت شو قاعد عم تساوي عندك؟ قوم طلع على الفشكه، قوم. صار لي ساعه بقول له يعطيني، ما عم يعطيني. يلا بلا كتر حكي، يلا لشوف. ولك شو عم تساوي يا بهيم؟ عم حاول شيل الرصاصه من كتفه معلم. الله يكسر ايديك، الله يكسر ايديك فوق تعبك. ولك عم توجعه. معلم شو بدك انت الثاني؟ معلم يعني نحن ما رح نقدر نداويه ونساعده لقداس، لازم نجيب له حكيم لأنه الرصاصة المدكوكة جاية بكتفه بالسوكة وما عم نلاقيها. ايوه، ومنين نجيب له هلا حكيم يا بهيم؟ معلم لا تاكل هم لهي القصة، أنا بروح بجيب الحكيم وبجي. بتاخذ مخك معك، حاكم عم تنساه، وإذا بتخبص لك شي تخبيصة أبرك بقرمتك. خبصت أمرت معلم. درمل رحنا.
بيكون بوشنا شوارب اذا المره سكتنا لهم. مزبوط عم تحكي يا محمود. لازم نحط حد لهالقام ازعر يعني يهاجموا الحاره ويهاجموا بيوتنا، واذا ما عملنا هيك ما بيكون فينا لا دم ولا ناموس ولا شرف. مزبوط كلام العمي ابو سليم. هاي مو اول مره كداس وزعران وبيفوتوا على الحاره وبيفوتوا على بيت عمي ابو عامر الله يرحمه، ونحن ما بنحس. المشكله عم يفوتوا من باب الحارة الثاني. لو عم يفوتوا من الباب الرئيسي كانوا شافوها شبابنا جميل وصياح وصبري. هلا على شو اتفقتوا يا جماعة؟ أنا برتين شدد الحراسة على بيت أبو عامر. هذا الحل أنسب حل يا مختار. لازم نحط كم شب قدام البيت لبين ما نلاقي حل لمشكلتنا مع كداس ورفقاته الزعران. هلا ببعت خبر ورا صياح وجميل وبكلفهم يحرسوا بيت الحريم اعتبارا من هالليلة هي. إن شاء الله بصير خير. غيره؟ نشتري سلاح وعلى حارك يا مختار. معك حق. السلاح أضر شيء. الحمد لله على سلامتكم، تنذكر وما تنعاد، الله لا يعيدها يا حق. الله يسلمك يا أم عزو، والله لا يسامح يلي كان السبب. الله يرحمك يا أخي. من بعد ما مات كسرت شوكتنا، والكل صار يستوطي حياتنا. الحمد لله. الحمد والشكر لك يا رب انه الولد ما صار له شيء لبطنك. الف الحمد لله. الحمد لله على سلامتك وسلامه الولد يا مطيعه، ان شاء الله ما بتشوفي شر. تسلم يا عفاف، والله يصطفل فيه على هالرعبات يلي عم يطعمينا اياها. لا تخافي مطيعه، يمهل ولا يهمل الا ما يرد كيده لنحره. وين بده يهرب من حساب ربه؟ وين؟ الله يرحمك يا اخي. امين. بكره منحقق مع الست شهيرة وكنتها لأنهم تعبانين. حاضر سيدي. غيره بتأمر شي؟ هذا السقا أبو حكمي لساته عنا؟ إيه سيدي، هو عندي تحت واليوم عملت له فلقة كمان. طالعه بس لا تعطيه حمار. أمرك سيدي. نفذ الأوامر. احترامي. بدهم يشتروا سلاح للحارة. أيوة، معناتها بتعطي إذنك منيح. ومن دريد إنه النوي يشتروا سلاح مثل الطير الطاير تيجي تخبرني، فهمت؟ صار. هاي الدواء وبتاخدوه مثل المكتوب هون يا خانو. سلم ايديك صياح. انتو لازمكن وحدة تضل معكن وتخدمكن يا خانو. بقى شو رأيكن جبلكن وحدة بنت تخدمكن لبين ما تتعافوا؟ ما في لزوم شيخنا. أنا رح أحكي مع أم سعيد تجي لعندي كل يوم وتساعدنا. إيه الله يرضى عليها ويسعدها يا رب. بس لازم تعرفوا وين وكداس. رح نعرف يا خانو، رح نعرف إن شاء الله. هذا كداس نزل علينا من أسطوح مكداس. بالي مشغول. صياح روح واطمن عليها. أمرك يا خانو. شيخي في مجال تروح معي؟ إيه شو عليه؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا كداس. الله ينتقم منك. يستر على ربك يا دكتور، يستر على ربك. هات لابوس يلا خش ان شاء الله يا دكتور. اهدى 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 اهدى، خبرني شو في؟ امي 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 يا دكتور، ما لك غير كل الدنيا والله. ايه ايه ايه، شو بقى امك؟ هز ولدها يا دكتور، 100 مرة قلت لها تطلع على الاسطوح تجي الغسيل، قام طلعت وقعت من فوق لتحت. طيب وينها هلا؟ بأرض الديار ملقحة مكسرة تكسير مو قادرة تتحرك من وجعها. ايوه بوس ايدك دكتور، بوس ايدك، يلا الله جيب شنطتك هي تبع عدة الدكاترة تبعك وتعال نداوي امي. يا اخي وين بدي اروح؟ ما فيني اترك المشفى، ما في حكيم غيري هلا. ما بخرج صدقني دكتور، والله ما بخرج. وين البيت؟ قريب قريب هون دكتور، ليك قريب. وين يعني هون؟ انو حارة؟ انو حارة دكتور؟ لا هو 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 برات الشام اسمه، مو بعيد مو بعيد دكتور، يعني شلفة حجر عضت كوسايل. برات الشام؟ لا اخي ما فيني اروح معك، البيت كتير بعيد وانا بالمشفى ما فيني اتاخر، عندي مرضى بدهم مراقبه وما فيني اتركهم. يعني
امي اذا صار لها شيء خطيتها برابتك، يعني هيك انت مشاكم عالم امي تروح تموت خطيتها اللي مالي غيرها انا بالعالم ببوس ايدك بدور باخذك على الحنتور ما باخذك والله. لا اله الا الله. وين الحنتور؟ عم يستناك على باب المشفى دكتور. يلا رح ضب شنطايتي وجيب الادويه واجي معك. مشان الله تاخذ. يلا يلا يا اخي تكرم تكرم. دكتور جيب كل العده تبعك معك. تكرم يا اخي تكرم يا اخي. والله شكله ما في حدا شيخي، ما حدا عم يفتح. المرأة لا إلها فوتي ولا إلها طلعة، وسألنا الجيران ما حدا شافها طلعت من البيت. إيه شو قصدك يعني؟ دق مرة تانية، وإذا ما فتحت رح نضطر نخلع الباب. يا رب. خالتي مكداس؟ يا خالتي مكداس؟ ما في حدا. سير الباب يا صياح. بس بعد هيك شوي شيخي، بسم الله. يا رب. خاتم كداس؟ خاتم كداس؟ يا خاتم كداس؟ يا أم كداس؟ خاتم كداس؟ كأنه ما في حدا، رح شوف هون. ما في حدا شيخي، خلينا نشوف الأوضة المسكرة يا صياح. شرف. خاتم كداس؟ ليك ليك خاتم كداس؟ يا لطيف يا لطيف الطف يا رب، مين عامل فيها لهالمسكينة هيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا وين جايبني؟ لهون. امك وينها ومين هدول؟ هدول مين؟ هدول! ما في حدا مين؟ معقول مخاوي حكيم بتشوف ارواح؟ شوف ارواح؟ امك وينها امك؟ بالمغارة جوا. لا 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 في شيء، انا مو مرتاح، راجع على المستشفى. وين دكتور تتركني لحالي مع هدول؟ ايدك عني. شو هاد؟ بدك مساعدة حامل؟ شو عم تعملوا؟ مين انتو؟ شدوا امشي 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 انتو مين؟ شو بدكم مني؟ امشي انتو مين؟ قلبي كان حاسسني انه ام كداس صار مع الشي، بس ما تخيلتها تكون ماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماتت من وراء عمايل ابنها كداس، هو اللي رابطها وحابسها بالأوضة. الله يصطفل فيك يا كداس. الله كبير يا خانم، الله كبير. بتوصيني بشي؟ ايه صياح، طلعت أم كداس على حسابي. أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمك يا أم كداس ويجعل مسواك جنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمها ويسامحها. آمين يا رب. شو نعمل مختار؟ جيبوا لها المغسلة تغسلها وخدوها دفنوها قبل ما تعتم العين يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العلي العظيم. ما تخيلوا، كان كل ما بده ينط على بيت أبو عامر يربطها لأمه ويسكر لها تمها مشان ما تفضح. يا لطيف لوين وصلنا؟ إنه الواحد يقتل أمه. يا لطيف. يا جماعة الخير، مغضوب الوالدين الله ما بيوفقه، بيطلع من طابوسة بفوت بطابوسة.
الله لا يوافقه بيقوم بيقتل امه. شو مترجي منه هاد؟ شو مترجي؟ والله ولا شيء. هلا المهم المرحومه ماتت، خلونا ندعي لها. قول لها يا شباب ادعوا لها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحم تعبك. قلت لي هذا هو الدكتور اللي بده اياه مظهر بيك؟ ايه معلم، هذا هو بذاته. حكيم يا حكيم، شو صار معنا يا حكيم؟ لخلصني. الشاب اصابته خطيره كثير، لازم ننقله على المشفى باسرع وقت. يلا، قلت لي مستشفى؟ بتحرم. انت شو بتشتغل انت؟ انا دكتور. اهلين دك، شو اهلين هي اللي قلتها؟ شو؟ طيب يا دكتور، ما دامك دكتور وشغلتك تقيم رصاصه من كتفه، إلا شو المشافي وكتر الغلبة؟ الرصاصة داخلة بعظم الكتف وقاطعة شريان، وإذا ما لحقنا ممكن يموت لا سمح الله. حلو 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 حلو، لازم مشفى بأسرع وقت. أنت يا دكتور ساوي اللي عليك ومنشوف شو الله بيقسم. الزلمة لازمه عملية جراحية. عملك ساوي اللي عليك، مفهوم؟ إيه أمرك. يعني ما في سلاح مثل ما عم بيقولوا بحارة؟ لا سيدي، الحارة معباية سلاح ومخبى كمان، بس ما حدا بيعرف وينه. بس انت لازم يعرف وينه سلاح مخبى. انا رح احاول اعرف وينه وفورا اجي خبرك. خبي؟ حاول؟ انت لازم يعرف وين سلاح، وين مخبى، عند مين، مين بيشتري؟ امرك سيدي، امرك مثل ما بدك. تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعطر الشام يحييني أداوي فيه آلامي وإن الله غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي عجزت بما